اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه التلفزيون، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من امام المديريه الجهويه للفلاحه لجهه فاس مكناس. مشاهدينا متابعي قناه التلفزيون، فلاحين واصحاب تراكتورات والمعدات الفلاحيه طال عليهم الدم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ودايرين وقفه احتجاجيه امام المديريه الجهويه للفلاحه بسبب عدم الدعم او بسبب عدم دعم المحروقات، وكما كيقولوا انهم وصل الموسم الفلاحي وما لقاو يعني باش كما كنقولوا يستثمروا في هذا الموسم ديال هذه السنه، بالرغم من التساقطات المطريه اللي الحمد لله انعم علينا بها الله لحد الساعه مازال. وكان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي تابعتوا معنا على المباشر في اكثر من مره الوقفات اللي كانوا خداوها والاشكال النضاليه اللي كانوا خداوها الفلاحه من خلال توقيف المعدات الفلاحيه لمده طويله في مجموعه من المناطق. اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كيحضر معنا اتحاد النقابات المهنيه بالمغرب ممثله في عدد من مناطق جهه فاس مكناس، الحاجب، صفرو، تاونات، تازا، ومدينه وفاس، وكذلك مكناس اللي كنتواجدوا بها الان. مشاهدينا ولا نسيت شي حاجه فكروني فيها، غادي نبقى مع احد الفلاحين وكذلك ممثل عن الفلاحه اللي غيعطيني قربنا من شنو المطالب ديالهم واش اسباب اللي خلاتهم انهم يوقفوا هذه الوقفه هذه، واش ما دار والو من الاجتماعات السابقه اللي دارت، سمعنا انه كانت جلسات كانت اتفاقات، واش هذا الشيء بقى غير حبيس القاعات، واش هذا الشيء هبط للارض الواقع؟ هذا الشيء كامل غنحاولوا نعرفوه على لسان الممثل القانوني للنقابه المهنيه بالمغرب. نعم سيدي معنا على المباشر، تفضل تفضل. الاسم والنسب ديالكم والصفه عفاكم والسبب اللي خلاكم ديروا اليوم هذه الوقفه وحاضرين فيها مجموعه من الاقاليم. معك سي محمد الغلاوي. نعم. كاتب العام الوطني لقطاع الفلاحه وارباب الالات الفلاحيه بالمغرب، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنيه بالمغرب. نعم سي. اليوم كناخذوا واحد الوقفه احتجاجيه، كنقول وقفه احتجاجيه ديال المنسقين، ديال المنسقين ديال الجهه ديال فاس مكناس. بالخصوص ديال المنسقين ديال جهه فاس مكناس، وهي وقفه انذاريه بالخصوص. وقفة إدارية بالخصوص لإشعار الجهات المعنية. حنا كنقوموا بهذه الوقفة الاحتجاجية ديال المنسقين، أكرر، على مستوى المقر ديال المديرية الجهوية ديال الفلاحة على مستوى جهة فاس مكناس. نعم. لندق ناقوس الخطر، لأنه من بعد واحد السلسلة ديال النضالات والوقفات الاحتجاجيه اللي شملت كامل تراب المملكه وكانت بالجرارات ومن بعد الوقفه خلال توقيف الجرارات في الطريق، وقفه الجرارات اللي كانت على المستوى الوطني وعاود كانت وقفه عاود على مستوى الوزاره ديال في الرباط على مستوى وزاره ديال الفلاحه. نعم. ولكن هناك تأنت، هناك تجاهل من طرف الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الفلاحه ومن طرف رئاسه الحكومه، لانه هذا المشكل اللي كيعيشوا الفلاح على المستوى الوطني ما غنقولوش على مستوى الجهه كيدخل في صميم الاختصاصات ديال وزاره الفلاحه. امام ارتفاع الصاروخي ديال الاثمان ديال المحروقات وديال الاسمده وديال الاعلاف وديال الادويه وديال قطاع الغيار والمشكل ديال اللي كان وقع هذا الان ديال الخصاص في البذور يعني في الزريعه والمنك اللي كاين في البذور. دابا حاليا عدد ديال الناس اللي تقداو لي سوموس اللي تقداو البذور من الجهات المختصه يعني ديال السوناقوس وما ناضش ليهم زرع، وما كاينش تجاوب حتى من طرف السلطات ولا من طرف الوزاره المعنيه اللي تعويض هاد الناس ولا مسايره الوضع ديالهم. هذا هو المشكل، لايجاد حلول باش تكمل الموسم، كاين المركب لايجاد حلول. حنا نحن نلصق ناقص خطر، لانه حتى على مستوى ديال البرمجه اللي دارت ديال 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 القانون الماليه ديال 2022 2023 الحكومه مقرره باش غادي تكون 75 مليون قنطار. نحن نقول بانه هذا من المستبعد، ما غاديش نقولوا من المستحيل، ولكن نطلبوا الله الله يرحمنا، لانه المشكل كاين المشكل ديال المواد التكميليه ما كايناش. كيفاش فكيتوا الاعتصام الاول او الوقفات الاولى؟ علاش في الاشكال النضاليه الاولى كانت جلسات، كانت حوار، اشنو درتو؟ ما كانش حوار مع الجهات. كيفاش تتفك هذوك الوقفات؟ حنا تفاجئنا، تسمعنا راه التراكتورات مشاو من هنا مشاو من هنا مشاو من هنا، كيفاش؟ الله اعلم. واش كاين كولاسه؟ واش كان شي حاجه فوق الطابله ولا تحت الطابله؟ بغينا نعرفوا. تمام. مزيان سؤال وجيه. حيت انت واقف، انت مشيتي بحالك. تماما. اذا راك خديتي حقك. لا اسمح لي،
الوقفات الاحتجاجيه راه ما يمكنش تدوم ما لا نهايه. سينو راه كانت وقفات اللي كانت تاريخيه. اول حاجه كنقول لك وقفات احتجاجيه اللي كانت اول مره في التاريخ ديال المغرب الحديث انه يخرجوا الفلاحه ويعبروا على المطالب ديالهم بشكل حضاري بالمعدات ديالهم. نعم. ويخرجوا بالالات وبالمعدات ديالهم. وهذه الوقفات راه لا يمكن أن مشات في بعض المناطق الى شهر والفلاحه خارجين. وراه ما يمكنش هذه الوقفات تستمر لما لا نهايه. واش تواصل معكم شي واحد في هذا الشهر؟ هو المشكل ماشي في الفلاح. لا أذن ساغيه، لا حياه لمن تنادي، لا حياه لمن تنادي. هذا هو المشكل اللي كاين. واش هاد الناس ماشي مغاربه؟ واش هاد الناس كانوا خارجين؟ واش كانوا مخيمين؟ هاد الناس راهم مضرورين. هذاك الشيء علاش خرجوا تيغوتوا؟ واخا رجعتوا لبلاداتكم ورجعتوا كما كنقولوا رجعنا لبلادنا ورجعتوا للفلاحه، جات الشتي والحمد لله اللي شويه بقى النضال بخير. ولكن كنسمع الاخوان راه حرتوا بالرغم من كذا راه. ولكن الفلاح لا خيار له. الفلاح لا خيار له. لا البلاد راه ما يمكنش. واش حنا ما نخليها بحال هكا؟ راه ما يمكنش نخليو حنا البلاد هكا. راه رغم ذلك واخا الكلفه طالعه والناس باعت حوايجها والناس سلفت والناس ماشي حرتوا راه ما عندهمش. ولكن الناس رغم الغلاء رغم القله ديال الموارد الناس سلفت وباعت حوايجها باش تحرث هذه الارض هذه. ولكن اش غادي يدير هذا الفلاح ملي ما يحرتش؟ راه المصيبه غادا ستكون كارثه. ما غاديش تكون كارثه واحده، غادي تكون كارثتين في حالتي اللي ما حرتش الفلاح. راه المشكل الامن ديال الغذائي راه على الميحك. راه المشكل اننا حنا راه بلاد كنستهلكوا واحد العدد كبير ما من 120 حتى 140 مليون قنطار في العام ديال الحبوب. وكاين ارتفاع نظرا للحرب دابا اللي كاينه ديال روسيا الاوكرانيه. واش الوزاره ما حطاش هذه الاعتبارات؟ الوزاره تتجاهل اذا عندها حلول. لا تتجاهل رغم ان هذا الشيء كيدخل في صميم الاختصاصات ديالها. نعم. تتجاهل لانه علاش كتقول لك الفلاح راه كيف ما كان الحال راه غادي يصبر وغادي يمشي يحرث. ولكن الفلاح راه المشكل دابا الانتاجيه راه ما نتسناوهاش هذا العام. واش هما حاطين 75 مليون قنطار كتقدير ديال هذا العام هذا؟ منين غتجي 75 مليون قنطار؟ لان المردوديه راه واخا الناس حرتوا راه المردوديه ما غاداش تكون. لانه دابا الناس ما المردوديه ما غاداش تكون لان المواد التكميليه هذه الارض هذه كاين عجز ديال هذه السنوات هذه. الارض دابا خاصها مواد تكميليه. الفلاح ما عنده باش يشري. واش الفلاح مثلا خصو على مستوى مثلا الازور؟ الازور دابا داير 800 درهم دابا. نعم 800 درهم 33 دايره 800 درهم. واذا خصو جوج قناطر مثلا جوج قناطر ديال سميتو خصو 1600 درهم. نعم. وعاد زيد اللوحه ديالهم الله يحسن العون. هو ما لاقيش باش يتسوق. راه كاينه مشاكل. اللي خلاكم اليوم ديروا هذه الوقفه؟ هذه وقفه ديال المنسقين على مستوى جهه فاس بلكلاس. شكون الاقاليم اللي حاضره؟ خليط ديال الاقاليم اللي تابعه للجهه. اقليم افرانت، اقليم تاونات، اقليم مولا يعقوب، اقليم الحاجب، اقليم تازه، اقليم صفرو، اقليم مكناس، اقليم فاس. افرام طبيعه الحاليه. اذا ممثله جميع الاقاليم الجهه. تاونات هي ذكرتها هي. جهه فاس مكناس كامله كاينه. جهه فاس مكناس كلها كتدق والجهه ديال بولمان كذلك اقليم بولمان كلهم كيدقوا ناقوس خطر وكلهم اجتمعوا هنا كمنسقين باش يدقوا ناقوس خطر. لانه الا ما تفتحش الحوار راه غادا تكون وقفه احتجاجيه اكبر من هذه واضخم من هذه وغتكون بالفلاحه. دابا دو راي المنسقين النقابيين اللي حاضرين اليوم. رسالتكم للجهات المسؤوله عن القطاع. نعم رسالتكم اليوم للجهات المسؤوله. رسالتنا واضحه، فتح باب الحوار ويكون حوار جدي ومسؤول مع الفلاحه ومع الجهات ومع الممثلين ديالهم. راه ما كاين الفلاح راه ما عنده التمثيليه. كيمثل اول حاجه كيمثل نفسه. نعم. وكتمثلوا الغرف الفلاحيه ولكن الغرف الفلاحيه ولا عندها تمثيليه سياسيه. الممثل دابا كاين هو النقابات هو النقابه. وهذا هو السؤال، اين هم الممثلين ديالكم في الغرف اللي صوتوا عليهم؟ هذا هو المشكل، اين هم؟ ها هما كان الفلاح يتخبطوا في مشاكل اختفاء في غياب تام للمسؤولين او للمنتخبين. لا المسؤولين ولا المنتخبين على القطاع راهم غايبين. هذا الشيء واضح. هذا الا انتم في اطار هذا كنقول بعض الاستثناءات. بعض الاستثناءات ديال بعض الاخوان. نعم. كاينه رحمه الله الحمد لله. نعم. انتم كاطار نقابي واش يعني من غير انكم غتجلسوا في طاوله الحوار وغتشخصوا الواقع والاكراهات وزيد واللي هي ما كتخفى على حتى شي واحد،
واش عندكم مقترحات او حلول بديله وعمليه اللي ممكن انكم تعرضوها على المسؤولين وتدخلوا معاهم في سؤال وجيه؟ نعم فعلا باش ما نكونوش غا قوه، يعني غا نكونوا قوه اقتراحيه. تماما، هنا ما كان عندنا 100 في المطلب حكم انكم ابناء الميدان. نسولك ب 100 في المطلب اللي في عدد ديال النقاط. اها وعندنا قوه، حنا راه كنمثلوا قوه اقتراحيه كذلك. نعم. لانه كاين حلول. واش كنديروا غا العصب؟ حلول كاين حلول انيه ومستعجله. مثلا الفلاح خاصو يتعطى هدام على غرار القطاعات الاخرى. علاش قطاع النقل دابا الدعم الدفعه الثامنه تعطاته؟ نعم. وعلاش الفلاح واش ما كاينش وكاين اللي غايقول لك اكتشفتوا الدفعه الثامنه عاد نطوا عاوتاني؟ وراه من شحال وحنا كنغوتوا، ولكن لا حياه لمن تنادي. على امل امل، شوف الفلاح خاصو محطات ديال الوقود، خاصو الغازوال روج، خاصو المازوت ديال الفلاح، هذا هو الحل ديالو. نعم. حنا ما كنطلبوش حنايا الفلاح ما كيطلبش ما كيسعاش، الفلاح منتج، الفلاح خاصو الاطار فاش يخدم، حنا ما كنسعاو حد، حنا خاصنا الظروف فاش نخدمو، لانه كاين غلاء لا يطاق. واش الفلاح غادي يحرط ب 15 درهم؟ واش الفلاح غادي يشري الاسمده، غادي يشري لي زونغري بواحد الثمن خيالي، والادويه والالاف راه ما يمكن، الالاف دابا ما كاينش قل من 5 دراهم، الادويه حديت ولا حرج، الادويه مثلا حتى على مستوى المسؤوليه ما كاينش مسؤوليه، واش لو مصمم حط جاب الثمن اي دواء؟ اي دواء مثلا تمشي للفرماسيان ودانون هو الثاني كتلقى فيه الثمن، علاش الدواء ما يكونش فيه الثمن؟ نعم، يعني مفتوح الباب للمضاربين، مفتوح للمضاربين والمحتكرين والبيئة والشرايه والسماسريه في هذا الدومين هذا. الفلاح كيشري المدخلات. انت واش طارتك؟ كيشري المدخلات بتسعيره بثمن، ومني كيبغي يبيع ما كيلقاش من يشري منه، وكيبقى عرضه للمحتكرين والسماسره والمضاربين حتى في الانتاج ديالو. مني كينتج فارينه ولا كينتج شويه القمح راه كيبغي يبيعه، كيبقى عرضه كيسوموه بواحد الثمن بخس دراهم قليله. راه هذا هو المشكل. الفلاح كيشري كل شيء بثمن، وكيشري لاتيفيه داخله، وكيشري بسميتو، نهار يبغي يبيع ما كاينش اللي غيحمي بالرخاء، هذا هو اللي كاين، وكيبقى عرضه للمحتكرين، وهذا هو المشكل. نعطيك مثال، السنه اللي قبل هذه، هذه السنه اللي كانت سنه جافه، اللي قبل منها المغرب وصل 103 مليون قنطار كإنتاج. تبارك الله. مبدئيا المغرب خصو ما بين 120 130 مليون قنطار، يعني الاكتفاء الذاتي. حنا بالنسبه للمغرب خاص هاد 103 مليون قنطار خاصها تكفانا على الاقل واحد 10 اشهر. تصور داز شهرين ولينا كنستوردوا، فين مشى هاد الزرع؟ المشكل في لا، المشكل فين كاين؟ هنا كاين المشكل، لان سوء التدبير. هذاك الزرع داو المطاحين ديال الالف، مشى للالف، مشى للسيكاريم، ومشى للمصانع ديال عاد نزيد الاحتكار، وزيد التخزين، وزيد تماما. وهاد المطاحين الاغلبيه ديال هاد المطاحين كيفضلوا، كاين لوبيه ديال المطاحين كيفضلوا يستوردوا القمح المدعم من برا، وكيبخسوا المنتوج الوطني. اسيدي الا كنتو تبخسوا المنتوج الوطني ما عندناش مشكل، شوفوا اسيدي عطيونا شي حاجه اخرى نزرعوها، شي عطى الله شي عشبه نزرعوها اخرى من غير الزرع، نديروا شي حاجه اخرى. مادام هاد الزرع هذا ما كتبغيوش منا ملي كننتجوه وكنصيروا عليه الفلوس، ما كنصيبوا لما نبيعوا، عطيونا شي حاجه، عطيونا البديل، لانه العالم القروي الفلاح خصو البديل اللي يكون ملائم للتربه والمجال، التربه وملائم للبلاد، وباش يعيشوا هاد الناس. رسالتكم واضحه سيدي، شكرا لك. كلمتكم الاخيره. كلمتنا الاخيره كنطلبوا القطاع الوصي، كنطلبوا من القطاع الوصي والوزاره الوصيه باش تعمل جميع تحمل مسؤوليتها، وتفتح حوار جدي ومسؤول مع الممثلين، مع الفلاحه ومع الممثلين ديال الفلاحه، باش لايجاد حلول واقعيه وحلول انيه ومستعجله. جا عندكم شي واحد دابا تواصل معكم شي واحد؟ راه هذا هو المشكل، التجاهل الدائم. راه هذا الشيء خصو يعرفوا الرئيس. ولو انكم امام مقر والو، احنا دابا امام المقر واداره كاداره مسؤوله، ولا حياه لمن تنادي. احنا كنطالبوا سيدنا الله ينصرو، عاش الملك، عاش محمد السادس نصر الله. طلبوا من سيدنا باش يشوف من الحال ديال الفلاح، باش يشوف من الحال ديال الفلاح، وين صف الفلاح، وين صف الفلاح، الله يخليه لينا. وحنا رحنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله لخدمه هذه البلاد ولخدمه هذا الوطن، كل واحد من الموقع ديالو. الله يخلي لينا سيدنا، والله يخلي لنا بلادنا بالخير وعلى خير. شكرا لك، تحيه لكم جميعا. بارك الله فيك. شكرا لك. نعم مشاهدينا، عاشر الملك كما كتابعوا معنا، غادي نحاولوا ناخذوا الراي ديال احد الفلاحين من منين جهه
شريف انت؟ جيت الحاجب. من الحاجب، شنو اللي جابك اليوم الشريف؟ اخويا جينا توقف احتجاجيه. غير ريح ريح انا شادلك اشد. جينا وقف احتجاجيه على الاسعار، ارتفعت الفلاح والاسمده. حرتي ولا مازال؟ حرتها شي حاجه حرتها شي حاجه ما خرجتش. شحال طلعت على هادشي اللي حرتي؟ كانت 120 ريال 140. وباش ديبانيتي هاد الحرت وباش؟ كان ديبانيتي سلفنا وبعنا الحوايجنا وسلفنا من القبل من الخرطة وسلفنا من الناس ودابا حرتها غير نصو ما كانش نصو. في نظركم الحل باش تخرجوا من هاد الواقع؟ حتى كندعمنا الوزاره الموصيه دعمنا بالمازوت وقطع الغيار والاسمده وحتى الفلاح دابا كيعاني واحد المشكل، ما حالته المعيشه ديال ولادو، ما حالته الحياه ديال المعيشه ديال التكاليف ديال الفلاحه، وظرف واحد الحاله سيئه لا يمتلئها. دابا كنطلبوا المسؤولين بالقطاع الدفاعي وراء وبرعايه صاحب الجلاله منصور الله اللي خصو يتدخل، اللي هو الامين على هذا الوطن، يتدخل ويشوف راش الملك اللي كتخبط فيه في هذه الحاله السيئه. الفلاح كيعاني من جميع الجوانب، جوانب من المصاريف ديال تكاليف الفلاحه، ومصاريف ديال التكليف ديال المعيشه ديالو اليوميه، ومصاريف ديال الابناء ديالو اللي مضطرين يطردوا من المدرسه يهجروا المدرسه، وحتى الفلاحه لبعضهم. يعني الوضع الاجتماعي تلاقى مع الخدمه مع وبعض الفلاحه قرروا يبيعوا بلادهم ويدخلوا المدينه بدون يعرفوا المصير ديالهم بعد ذلك. والمدينه تاهي تعاني، والمدينه كذلك تعاني. رسالتك واضحه الشريف، الله يوصل. كنتمناو رسالتك توصل. الفلاح غيجي للمدينه راه غادي نضربوا الدوره ديال الحياه. نعم اخويا اش من جهه حاضرين اليوم؟ الجميل هو انه كنشوفوا فلاحه شباب كذلك، وهذا جميل هو انه نشوفوا انه حتى الشباب كيستثمروا في المجال الفلاحي، ما بقاوش مقابلين غير دوك الحويجات اللي ولاو شائعين. تبارك الله عليكم. نعم خويا انتم من افران؟ ياسين عكيوي منسق ديال النقابه على مستوى اقليم افران. شكرا لكم كاعلام بديل. هذا واجب قناه الشعبات، لان القنوات بحالكم دابا في المجال الالكتروني هي اللي كتغطي دابا النوع ديال الاحتجاجات ديال الناس السلميين، الناس لا ما كتعرف لا مزايدات سياسيه لا والو، كتهضر غير بالنيه ديالها. فيما يخص هذه الوقفه الاحتجاجيه استاذ، انت كتلاحظ عندي غير واحد النقطه ما ضافهاش السي محمد الغلاوي، بان هذه السنه هذه الحكومه عطات 8 المليار ديال الدرهم صرفتها على سلسله انتاج الحبوب. السؤال المطروح فين مشات هاد 8 ديال المليار؟ 8 المليار؟ 8 المليار ديال الدرهم. مع العلم بان في هاد السلسله ديال الانتاج شكون اللي فيها؟ فيها الفلاح رقم واحد هو الذي ينتج، وفيها ارباب المخابز هما اللي كيبيعوا الخبز نيشان المواطن. ارباب المخابز ما استافدوش من 8 المليار، الفلاحه باعتبارهم المنتج رقم واحد ديال الحبوب في المغرب ما استافدوش. السؤال اللي كيطرح فين مشات 8 المليار ديال الدرهم؟ اين ذهب؟ 8 المليار ديال الدرهم ما سهلاش. رقم صعيب، رقم صعيب. الا جينا نحسبوا الا خديتي الصوره او استاذ بان ذوي المعدات الفلاحيه ذوي المعدات الفلاحيه شحال من تراكتور عندنا في المغرب؟ 88000 تراكتور. 88000 صافي، كاين لا مليون لا كاين لا مليون لا 60000. وتصور معايا انت شحال من طاكسي الدعمات، شحال من سيارات اجره، الطوبيس الدعمات والكار الدعمات والفلاح ما مقهور، والنقل مجرد ان سيرفيس وكيتخلص ان سيرفيس. وحنا منتجين دابا، حتى الدوله خاصها تفهم هادشي. كاين الفرق ما بين ان برودكتور راه مازال ساكن في ذاك العالم القروي اللي انت كتسمع فيه كتقلب عليه غير في جوجل. وهذه رساله كنوجهها لهاد الناس اللي في وسط الدجاج بالمكيفات، ما كيعرفوش واش كاين الصاد ولا سميتو. تصور معانا حنا الناس ديال اقليم افران اللي تقريبا 160 الف نسمه و70% ساكنه في الجبال، ومازال كتحارب دابا مع الثلج، ومازال كيحرتوا بالجويجات بالبهايم ويزرع الزرع تما. وعلى ربي الا جا الثلج راه ما غاديش ينتج، الا جا الجفاف راه جالس ما غاديش ينتج. وطرحتي قبل واحد السؤال، قلتي علاش الناس خرجت من الوقفات الاحتجاجيه وناس تحرت؟ عرفتي علاش؟ ما عندناش شي حاجه بديله نديروها قسما بالله. ودابا راه كنحلف الا كاينين الناس اللي باعوا الدب ديال العيالات ديالهم هاد العام باش يحرتوا، وكاين الناس اللي خواو الزريبه نهائيا. وانت عرفتي دابا كيفاش الزريبه تخويها في هاد الوقيته؟ ماشي هي راس المال، راه الكسيب. هي الدواء، هي الدواء، هي الماكله، هي القرايه الوليدات، هي فين مخشيين الفليسات باش ما توقف دير هذا. انا كنقولوا داك صندوق التوفير اللي كيبقى، صندوق التوفير ديال الفلاح. وتمشي دابا الزريبه مشات، الزريبه مشات، وانت دابا كتشوف هاد الناس. والزيت ما كاينش، الناس مسالمين صح.
لا تفقهوا شيئا في المزايدات السياسيه. جيتو شنو الناس راه خصها الناس باغا تخدم بلادها من الاخر كما كنقولوا وطني لواحد واحد الدرجه ما تصور. راه انت دابا غير ردت الفعل ديال عشاء الملك كيفاش كيخرجوها. واه بلادنا هذه كاينين اللي كيقولوا عشاء الملك راه ماشي ب تجاوزوا هذه النقطة هذه. أنا مزوك فيك. نعم مرحبا. شكرا لكم كإعلام به. مرحبا هذا واجب أحبيبي. وأنا مزوك فيك ورسالتك. رسالتكم للمسؤولين باش نكونوا عمليين. جلالة الملك نعم. 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 هو الفلاح رقم واحد في البلاد. نعم. كنوجهوا له رسالة. حنا راه نعاني ونذوق نقص الخطر وقلت لي واحد الكلمة بأنك فرحتي شتي واحد الفلاح شاب. نعم. غادي نعطيك أنا أرقام كتخلع. هو الماركو وشرات القرد الفلاحي وغادي تدي البلاد لوالدينا ولا غادي تصيفطهم للحبس من هنا ل 2035 راه ما بقاش شي واحد سميتو فلاح شاب نهائيا. راه كاملين غادي نضربوا تماره عند لحقاش المخطط الفلاحي مخطط طبقي. وحنا عشنا هذا الشيء مع البيلي الاول ديال المخطط المغرب الاخضر وشكون اللي استفد منه؟ استفدوا منه صحاب الشكاره اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالفلاح. هادو رسالات هادو رسائل وخصهم يوصلوا للمسؤولين. راه الامن والاستقرار ديال البلاد مقرون. باش مقرون؟ بهذه الفئه اللي كتمثل ازيد من 25% ديال الساكنه في المغرب وكاينه نقطه اخرى انه اغلب الفلاحه هنا بور. هنا بور اغلب الفلاحه بور ما كاينش السقوي. قليل السقوي. نشوفوا الاخ كذلك ونستسقيو مجموعه من الاراء. نعم اخي عن مدينه الحاج بوقيل. راه منسق محلي ديال جماعه ايت بوبيدمان باقليم ايت بوبيدمان. تبارك الله الفلاحه ديال كما كنقولوا ها البطاطا ها البصله مجموعه ديال المنتوجات الفلاحيه زيد عليها اكوراي زيد يعني اقليم الحاجب راه كيتعتبر منطقه خصبه. كتحتاج للعمل. كتحتاج للعمل لان ما كانش عمل ما كانش خدمه ما كاين والو. وكاينه يد عامله كبيره كتشتغل. عامله وكاين من اكبر الموقفات ديال الخدامه العمال الفلاحيين في المغرب. واول منتج للبصل في المغرب. واول منتج للبصل في المغرب. ولا هذه مؤهلات هذه معطيات خاصها تعرف. معطيات ولكن شكون اللي غادي يدعم هذا الفلاح باش تبقى هذه المنطقه في هذه المرتبه بهذه الارقام هذه نحافظوا كيفاش خصنا نحافظوا على هذه الارقام هذه. نعم. هذا امر صعيب. دابا الفلاح وحنايا هنايا مجتمعين في هذه الوقفه الاحتجاجيه النضاليه السلميه كمنسقين ممثلين على الفلاح ديال النقابه اللي كيمثلوا الفلاح. نعم. وحنايا في اتم استعداد لخوض اشكال نضاليه اخرى. شحال من فلاح موراكم انتم مثلا بالحاجب؟ شحال مأطرين من فلاح؟ عندنا الالاف ديال الفلاحه كيتبعونا ولكن حنا كنعرفوا الظرفيه الاقتصاديه ما كتسمحش باش يتنقلوا كاملين لهنايا. حنا قلنا نجيو نضحيوا ونوبوا عليهم في هذه الوقفه الاحتجاجيه باش الا وعسى توصل الرساله ديالهم للمسؤولين اللي سادين الاذان ديالهم اللي ما باغينش يسمعوا. هذا مدوى معاكم حد؟ ما كاين حتى استجابه. شحال وانت دابا واقف هنا؟ دابا حنايا راه حنايا ساعه ولا ساعتين. دابا راه حنايا من 11 وحنايا هنايا. هبط عندك شي واحد دوى معاك شي واحد؟ حتى شي واحد. من غير السلطات المحليه اللي كنشوفهم حاضرين ورجال الامن الوطني الله يجازيهم بخير راهم حاضرين. لا القطاع المعني فين هو؟ ما كاينش. هذا الشيء ماشي هذا الشيء راه دارت وقفت. المنتخبين ديالكم فين؟ المنتخبين ما كاينينش. مجالسكم المنتخبين دابا بالله عليك هذا مشكل اخر تهضر لي على المنتخبين. واش دابا بالله عليك الغرف المهنيه التي تنظم بقانون اساسي هذه غرف سياسيه مؤسسات سياسيه هذا كاشكال اخر هذا من الخيمه خارج مايل اشكال اخر كان ينظموها قانون الجمعيات الغرف المهنيه ينظموها قانون الجمعيات هذا اشكال اخر كما نهضروش عليه كيفاش غادي يمثلوه وهذاك راه كتعرف التوجهات السياسيه واحد حزب اللي مرشح بهذا كيفاش غادي يوصل الصوت ديالك لانه الرئيس ديالو هو رئيس الحكومه كتبقى يعني اجندات كيبقى مجموعه ديال المسائل حنايا هنا لابسين توني واحد هو ديال الفلاح فلاح نعم توني ديال الفلاح وحنايا في ظل هذا الواقع اللي خرجنا من 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 المرحله ديال الازمه ديال كورونا اللي واجهها الفلاح اللي واجه الازمه هو رقم واحد هو الفلاح لانه ما تركش الموقع ديالو وانتج المواد الغذائيه الاساسيه لعموم الوطنيين وهذا كنعتبره شرف وحنايا قادرين نمشيو في هذا الطريق هذا نعم. ولكن مع هالازمه تبعها الجفاف وما كاينش حتى شي دعم ما كاينش حتى شي الانظمه وانا كنقول لك واحد القضيه نعم. حنا فاش لما خدنا الوقفه الاحتجاجيه بالجرارات راه رفعناها مباشره بعد الخطاب الملكي نعم وهذه اللي لاحظنا وهذه بغيت نقولها للاخ قويله نعم تفتح
ديال البرلمان. كورة ديال البرلمان. أكتوبر. وكانت نعم. الإشارة ديال دعم الفلاح والحفاظ على الماشية. أين الحكومة من هذه التوجيهات الملكية السامية؟ ما كاينش حتى شي حاجة. مباشرة بعد الخطاب الملكي بالبرلمان تم فك الاعتصامات. شوف تيقنا في صاحب الجلالة ثقة كاملة وتامة. لما صاحب الجلالة هضر حنايا رفعنا الاحتجاجات ديال بالجرارات ورجعت خدم ورجعنا كنخدموا جينا وصلنا الموسم ديال هذاك راه حنا بشرنا الزراعات الخرافيه بشق الانفس. انا واحد من الاخوه نص ديال الزريبه وانت كتعرف الزريبه هي البنكه ديال الفلاح. منها كيقراو الدراري منها منها السبيطار منها كتمشي للسبيطار منها راه هي هذيك البنكه ديال الفلاح. نعم. حنا راه انا نص ديال الزريبه خويتها وكاينين لي الناس اللي خوا الزريبه كلها وتا الثمن طيح فضل. علاش انا ما بين جوج ما بين منطقه هذاك بين المطرقة والسندال بين المطرقة والسندال المطرقة ديال ما لاقيش باش نصرف والمطرقة باش نصرف على ديك الكسيبة باش في غياب الدعم ديال فر هاد الأعلاف اللي كنهضروا جابوا لنا واحد جوج كيلو ديال الأعلاف غير صالحة حتى للأكل وتفرقت وفرقتها السلطة بالطرق المعروفة وهذه هذا خصو غير هاد القضية التوزيع ديال داك الدعم هذا راه خصو فتح تحقيق اللي هو جدي باش نعرفوا شنو هو واش هذيك الدعم واش عطى الاكل ديالو واش وصل ذاك الهدف اللي بغيناه ولا الهدف لا. نعم نعم هذا اشكال. وحنا كما قلت لك في البدايه حنايا هنايا كمنسقين ديال النقابه حنايا في هذه الوقفه الاحتجاجيه وعلى اتم الاستعداد لخوض جميع الاشكال النضاليه مع الفلاحه والفلاحه هما قادرين يزيدوا هما ضحوا هاد السنين كلها ومازال قادرين يضحوا ويديروا وينظموا وقفات احتجاجيه جميع المؤسسات المسؤوله والوصيه على القطاع وشكرا. رسالتكم واضحه مشاهدينا متابعي قناه التلفزيون كما كتابعوا معنا الان وعلى المباشر هذا جانب من الوقفه الاحتجاجيه اللي كياخذوها فلاحي جهه فاس مكناس منسقي فلاحي جهه فاس مكناس عندنا اتحاد نقابات المهنيه بالمغرب اللي كما سمعنا الان من مجموعه من الاخوان لا من جهه الحاجب